رقص فريق اتحاد بالعباس على مضيفه شبيبة سكيكدا بثلاثية نظيفة من توقيع مواقي في مناسبتين، وكذا اللاعب كوفي محمد حمادة بعث بالتالي: دي عقد أكمل فيه رغم المهازل، يعني عمري ولا أسرالي يعني عام كيما هكذا، ولكن الكل يعلم يعني الحالة تاع هذا الفريق. نلعبوا يعني منذ يعني هذه المقابلة الثامنة على أظن لعبوا بالفريق الأمل، حتى يعني نكونوا صريحين وما نكذبوش روحنا، حتى الفريق الأمل ما عندناش يعني مستوى فني كبير يعني عند اللاعبين، يعني جيست أنا باسيس أمل جينا باش نحققوا نتيجة إيجابية، خاصة وحنا على علم باللي غادي نلعبوا مع الفريق الرديف تاع الشباب تقصنا سكيكدا. واش غادي نقول لك، نظن باللي إن فوا سجلنا الهدف سيطرنا على المقابلة بالطول وبالعرض، وسجلنا ثلاث أهداف كنا قادرين نسجلوا أكثر.